من زمان عنك المركز توقعون يشتغل؟ والله ما ادري يشتغل او لا. شوفوا كيف اكل الغبار، الغبار اكل البدي. شوفوا شوفوا والله جربان، يبغى له غزيل. ان شاء الله بكره نغسل الموتر، بس خلونا نشوف الموتر يشتغل او لا. هو ما رضى يفتح له، كيف بيشتغل؟ بسم الله. شوفوا كيف، والله يبغى له غسيل وبقوه. اوه غبر، لو اخليه زياده بيشيلون البلديه. خلونا نشوف. بسم الله، بطاريه موجوده، بنزين ما في، نجرب نشغله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحين ما يرضى يشتغل عشان البطارية. بس كيف تقول حق أخوك جيب البطارية اللي عطيتك إياها؟ طرشولة. اشتغل 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 اشتغل، ما شاء الله تبارك الله، اشتغل الموتر، اشتغل ما شاء الله تبارك الله، اشتغل واشتغلت أنواره. تمام الأنوار، تمام الأنوار شغالة. حلو، وش كاتبين؟ يا أخي البزران مشكلة، أقسم بالله. أهم شي الأنوار شغالة. بس خلونا نغسل الموتر بكرة، بس نتأكد إنه شغال كل شيء تمام. لا تقول قفل على نفسه ذا. لا زين زين. لا تمام ما شاء الله تبارك الله، تمام تمام تمام. خلونا نفتح الكبوت نشوف ايش وضعه. البطارية مرة ضعيفة، أخاف أطلع فيه ولجيت أبغى شغلة ما يشتغل. طبعا خلونا الحين من الفيجو، الحين رايحين للمركز المريح للطيبين. طبعا المركيز يا شباب البطارية يعني ان شاء الله يشتغل، ان شاء الله يشتغل، بس ان شاء الله. بسم الله، قول بسم الله. يا رب يشتغل. بس لا اشتغل اشتغل اشتغل، والله يبغى له غسيل يا عيال. شوفوا البزارين كاتبين على الموتر. عو حول ولا قوة الا بالله. طبعا يبغى له غسيل، وانا قبل كم يوم غسلت الفيجو وغسلت الفورد حق اخوي، وكان المغسله ما عنده صرف، فباقي لي منه 40 ريال. قلت له عطني 10 ريال واحسب لي فاتوره عشان اجيب لك المركيز نغسله عندكم، فقال لي ما في مشكله. طبعا هذا الجمس، طبعا الراعي رفض اني اصور موتر حلقه عليه، لكن شوفوا كذا على السريع. حبيب الكل جي ام سي اللي كل الناس يكرهونه مركيز، لا تكرهون المركيز يا شباب، ليه؟ والله طيب مسكين. شوفوا يعني ان شاء الله فيه فريون وفيه مكيف، بس حتى المسجل سرقوه مني اذكر قبل فتره. بارد يا شيخ، والله انك وحشي المركيز، مكيف بارد حتى، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله يبغى له غسيل،
يبغاله غسيل، يبغاله غسيل كثير. لو نشوف نفتح الشنطة ونفتحها، مو يبغاله غسيل، يبغاله تلميع. تلميع والله، يبغاله تلميع اقسم بالله. اول مره اشوفه. اه ذا حق الجمس، حق خوينا يا جمس، نسيت حق النافذه. وقفل الباب، خل اجرب افتح الموتر يمكن يفتح. ليه ما يفتح؟ خلاص ما يفتح، ما يفتح يا راعي الجمس، نسيت ذي عندي، بعدين اعطيك اياها. لما نشوف كل شيء تمام هنا، كل شيء تمام. دقيقة، في شيء ناسيه أنا. أيوة، مشروب الطفولة. ما شاء الله تبارك الله، ميركوري جراند ماركيز موديل 2000، ما هو للبيع طبعا يا شباب. هذا تبيع قلبك ولا تبيعه؟ هذا الرجال ليه من تمناه، دق سلفة وامش ولا يوقفك شيء. ما شاء الله تبارك الله، حلا ما شاء الله. تمساح، التمساح ما يسميه لك تمساح، حيلان حق سعد سبيد الجمس. ما ناخذ عليه الاسم، حقوقك، حقوقك يا سعد سبيد، حقوقك. حيلان عندك، ما يحتاج. ما شاء الله تبارك. طبعا لا احد يتكلم لي على العاكس، انا شريت الانوار وقلت حق راعي محل قطع الغيار اللي ما يفهم، قلت له عطني مع العاكس، اعطاني الانوار بدون العاكس، والانوار كراتينها كبيره، فكرت انه معاها العاكس، لكن حطيتهم بالشنطه. بعد 4 شهور اخوي فتح الكراتين وحصل الانوار وركبهم بدون العاكس، عاكس ما في، فيبغالي اشتري العاكس، لكن مو الان الصراحه، خلني اشتغل على الموتر، الاشياء المهمه الاساسيه بعدين نخلي اخر شيء العواكس، اخر شيء نخليها. دائما سيفتي كذا. طبعا يبغاله تلميع، يبغاله تنظيف، يبغاله غسيل، يبغاله ترتيب، كل شيء يبغاله، كل شيء. لكن امورك طيبه ان شاء الله يا حبيب. وبس والله يا شباب، الحين وصلنا الهفمون، مر الهفمون وصلنا. والله فعاليات اليوم هنا، اشوف زحمه. عبينا بنزين ولعبنا شوي على خفيف. هو شكل الكفر عندي تقطع ورا، شوف. اي والله تقطع الكفر، السيام على خفيف هنا، كادي كدنزة داخل البر. اوه لكم ذا خوينا، خلونا نشوف يمكن يطلع خوينا ذا، ان شاء الله يطلع ابوه عشان نركب معاه، نبغى سيارة قبل يا ولد. لا لا ما هو بخوينا، لا تغرف يا المركيز، تكفى لا تغرف، تكفى لا تغرف، تكفى، ما نسمت كفرات. لا زين ما غرزنا، تمام 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 تمام. امورك طيبه يا الحبيب، عسى ما نصدم لنا احد هنا.
الاكسلنت الاكسلنت يا ولد الاكسلنت يا ما صدمنا. بس 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 ضرب عندنا كفر شكله ما شاء الله شاصات وجمس اتش دي كل شيء تشوفه في البر هنا ما شاء الله تبارك ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله عليك الله يعطيك خير ويكفيك شره حبيب قلبي موتر هو. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وين راح ما شاء الله اللي بعده روح ما شاء الله اشتغلوا عدل الكموز ما شاء الله ما شاء الله يلا يا لنت لعيونك الوالد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله مشكلة علقنا يا ولد خلي يمين خلي يمين مين عنده قلص يا عيال؟ موجود ارحب ارحب الله ما شاء الله من وين جاي انت؟ ما شاء الله جينا يا ريال ما شاء الله من وين طلعت؟ من قدام حول ولا قوة الا بالله علقنا يا ولد علقنا الله 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 يا ريارس ما شاء الله هو طلع من قدام انا جيت بطلع من الجهه الصعبه بس هو دخل من الجهه السهله لو ادري رحت معاه عطوه شاص يستاهل ما شاء الله يا النيسان ما شاء الله يا الفتك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يلا الفورد علق وطلع الشفر الله يعطيك العافيه يا راعي الشفر بيض الله وجهك وهنا خوينا راعي الجمس اللي الماركيز باسمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اخيرا صدنا راعي المركز السابق شو الاخبار عساك طيب كيف حالك هلا والله هلا ما شاء الله هذا جبنا المركز من غسله هنا الله يعطيك خيرك شره امين امين اجازه اليوم هذا احنا بنغسل المركز تعال المغسله غسل انا قلت غسل ما شاء الله تبارك الله جمس 2001 محول 2006 ما شاء الله تبارك الله Thank you.
هذا سناب المغسلة. كلكم صور الشاشة على السناب، بحط لكم موقع المغسلة تحت في الوصف. طبعا خلاص خلصنا الحمد لله غسيل المركز، وبعد ما نعطيه رش تجميلي راح نسوي له تلميع داخلي عند نفس الموقع جولدن لاين، تلميع داخلي وخارجي. وهنا المغسلة فيه غسيل موجود عندهم، غسيل موجود عندهم، تلميع ما شاء الله تبارك الله. واي واحد يجي من طرف له خصم خاص من نفس الموقع. ما شاء الله تبارك الله.